ايوه يا طمطم، شفتي التلفزيون الجديد بتاعنا يا توتا؟ ايوه بصراحة عجبني قوي. شفتي يا توتا قد ايه جميل؟ حلو قوي قوي يا طمطم. ولا الترابيزة بتاعته الجميلة دي؟ بصراحة انتي اخترتيه ولا مامتك؟ لا طبعا مش انا، دي ماما. والله اختيارها جميل قوي يا توتا، هيكلم شبه التلفزيون بتاع فارس ومازن. بجد انتي روحتي شفتيه التلفزيون بتاعهم؟ لا ما شفتوش، بس ماما اللي شافته وهي بتجيب لولي من عندهم. اه البرجر البرجر البرجر. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا طمطم؟ مش عارفه يا توتا، في حد بينده بره وبيقول حاجه غريبه قوي. تعالي نطلع البلكونه. لا لا هنطلع نروح فين؟ مش لازم نستأذن من طنطم هنا الاول؟ هنبص من البلكونه عادي برضه. نقول لها البرجر البرجر. اه ده الظاهر معاه حاجات جميله. مش عارفه بس صوته بيقرب قوي. تعالي خلاص نقول لمامتك ونطلع نقف في البلكونه. طيب يلا تعالي. ماما يا ماما. ماما. ايوه ايوه يا طمطوم. ماما ممكن نطلع نقف في البلكونه شويه؟ اه عايزين تتفرجوا من البلكونه مفيش مشكله، بس خدوا بالكم وما تشبوش على السور كده. حاضر حاضر، مش هنشب ولا حاجه. يلا يا توتا بسرعه نشوف عمو ده بيبيع ايه. ماشي ماشي يلا بينا. البرجر 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 البرجر. الله ايه ده؟ تعرفي الراجل ده يا طمطم؟ يلا يا حلوين البرجر البرجر. قال عايز برجر برجر. الله الشكل البرجر بتاعه يجنن يا طمطومة، انا جعت بجد على الريحة الحلوة دي. بصراحة يا توتا الريحة احلى كتير قوي، مش ده عم ابو عادل؟ مش عارفة انتي تعرفيه؟ لا هو هو انا متأكدة. ما تيجي ندخل نقول للماما نجيب برجر منه. استنى يا عمو يا عمو يا بتاع البرجر. ايوة ايوة جميل. تعالي يا توتا تعالي نقول للماما. استني بس لما اقول له يقف يستنى. يا عم ممكن تستنى لما نجيب الفلوس وننزل؟ طبعا طبعا يا حبايبي. انت معاك ايه؟ معاك ايه يا عمو في العربية الجميلة بتاعتك دي؟ تعالوا تعالوا يا حلوين، معايا سندوتشات برجر بالكاتشب الجميل اللي كلكم بتحبوه. الله يمي، احنا نازلين على طول ما تمشيش. ماشي يا حبايبي. البرجر البرجر. اهو واقف اهو فعلا ما مشيش. يلا يلا. ايه ده؟ شوفي مين مين اللي واقف ده. مازن. ازيك يا مازن. اهلا اهلا، ازيك يا طمطم؟ استني لما الفلك العربيه مداريه وشكو خالص. عامل ايه يا مازن؟ وكمان فارس عامل ايه؟ انا كويس تمام، انتوا عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. انتوا جايين تشتروا برجر من عمو ابو عادل زيي؟ ايوه ايوه، ماما هتيجي تجيب لنا دلوقتي من عمو. يا سلام، طب كويس كويس قوي. هو انت اكلت البرجر بتاعه ده قبل كده؟ ايوه جبنا منه اكتر من مره. يعني حاجته حلوه؟ اصل ماما مش راضيه تدينا الفلوس، قالت لازم تطلع تشوف مين اللي بيبيع الاول. ايوه حاجته جميله، احنا بنجيب منه على طول ومامتي عارفاه كمان. طيب مش هنعطلك بقى يا مازن، هات واحنا كمان هنكلم ماما دلوقتي بقى نشوفها ما طلعتش ليه. ماشي ماشي. اهلا اهلا يا مازن يا حبيبي، ازيك؟ اتفضل يا عم ابو عادل، الله يسلمك. ماما بتقولك هي بتسلم عليك جامد وبتقولك هات لنا 4 سندوتشات برجر. ماشي يا حبيبي، احلى 4 سندوتشات لمزونة. بس زود لي الكاتشب. عناية يا حبيبي. حاضر. اتفضل يا حبيبي. يلا على البيت على طول لا يقعوا منك. شكرا شكرا يا عم ابو عادل، متشكر قوي. يلا يا حبيبي اتفضل. امشي بالراحة بقى لحسن هيقعوا مني. ايوه على مهلك. طمطم. باي باي يا طمطم. باي باي يا توتا. باي باي يا مازن، خد بالك لا يقعوا منك. حاضر حاضر. اهلا اهلا، ازيك يا مدام منى؟ اهلا اهلا، ازيك يا عم ابو عادل؟ انا ما اعرفش والله ان انت اللي واقف على العربيه دي. لا لا انا اللي واقف، مشروع صغير كده ازود بيه الدخل. بصراحه عندك حق، عملت طيب اهو كده بقى اطمن على البنات لما ياكلوا من عندك. انا خارجه مخصوص عشان اشوف مين اللي بيبيع السندوتشات ده بره. ايوه يا عم ابو عادل، ماما قالت ما ينفعش نشتري من اي حد كده، لازم نبقى حد عارفينه وواثقين ان هو نضيف. طبعا يا بنات لازم يبقى حد عارفينه وعارفين ان هو نضيف وحاجاته نضيفه، وطبعا عم ابو عادل مطمنه جدا من ناحيته. متشكر جدا يا مدام منى، فعلا يا بنات لازم تسمعوا كلام ماما، هي عندها حق، مش اي حد ناكل من عنده.
ايوه طبعا طبعا، مش اي حد تاكله من عنده، لازم تكون حاجته نظيفه ونكون ماما وبابا عارفين وواثقين منه كمان. طبعا طبعا يا طنط منى، هتسيبونا بقى جعانين ونبص للسندوتشات كده كتير، انا عاوزه ادوق. حاضر حاضر يا توتا يا حبيبي، احلى سندوتشات ليكوا يا جميل. شكرا شكرا يا عمو. الله ده طعمه تحفه تحفه بجد يا عمو. يامي يجنن، زي اللي بنشتريه من المطعم بالظبط. تمام يا طمطم، بجد يا بنات عجبكوا؟ عجبنا قوي قوي يا عمو. مش عايزه تدوقي وتجربي يا مدام منى، والله العظيم انا نظيف جدا. لا طبعا انا عارفه ومتاكده، بس انا ماليش تقول عليه، اعذرني يا معادل. ماشي يا مدام منى، عموما دول اتنين كادو بقى لحضرتك والاستاذ عمر. الله يخليك، تسلم والله. مفيش لزوم. ازاي بقى يا فندم، دي اول مره تجربوا اكلي، عشان بعد كده تبقوا تجيبوا مني على طول. اكيد طبعا طبعا. يا سلام، جميل قوي يا ماما، تحفه تحفه يا ماما. البرجر 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 التازه البرجر الجميل. يلا يا حلوين، ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. باي باي يا اصحابي.